طيب احمر اعرف بس المصيبه. الو جراسي. ايه قولي ليه شو اسمه؟ خلي الشباب بس يتاكدوا. هلا هو عم بيقول لي انه كل شوي بيطلع عصات رصاص تقنيص. مشروع الانسانيه بده تضحيه بالنهايه. اذا كل انسان بده يخاف ما بيكون في تضحيه. ما في خوف ابدا، العكس 14 سنه مرقوا كانهم يوم بعتبرهم انا. سامع طبعاً اكثر؟ ايه وين الطريق يا رضا؟ رضا اول طريق على اليمين. اول طريق على اليمين. ما في ولا واحد وحده ثانيه. لا 562 هذه هي طريق الشغل بالصليب الاحمر. يعني تكون متطوع بالصليب الاحمر هي رساله انسانيه، وحيالها شغله بتعملها انت ما بتنطر مقابلها شيء يطلع لك لو كان مادي، بس القصص المعنويه هي بتقدر تغطي على الموضوع. الصليب الاحمر اللبناني هو الايد الموجوده على الارض لتساعد الصليب الاحمر الدولي بشغله الانساني. بحالها نزاع مسلح، بحالها مشاكل موجوده، الصليب الاحمر اللبناني موجود، وصليب موجود كموارد بشريه، والصليب الاحمر الدولي موجود كموارد اكبر بكثير ليكملوا بعضهم ويوصل للهدف الاساسي اللي هو خدمه الانسانيه، عم خدمه الانسان. مرتاح؟ جسمك مرتاح؟ ما في غير هون؟ يلا عم تضيع. بدك تاخذ له العصا معه ولا لا؟ يلا 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 بس تحاول شوي عندك بس ادوح يلا خلص واحد اثنين ثلاثة هلا هون يلا بنطاق عملنا اليوم مثل ما شفتوا نقلنا جريح سوري من اخر الاراضي السوريه، محل كان كثير صعب على مستشفى بطرابلس. سائق سياره كان. نعم؟ سائق سياره. بالاول كنا نساعد السوريين، كانوا يحكوا كثير، يعني كانت الناس ترجع تقول ليش الصليب الاحمر عم بيساعد السوريين. بعد ما اكتشفوا انه نحن بنساعد السوريين واللبنانيه قد بعضهم ومثل بعضهم واثنين اكثر من بعضهم، تغيرت هاي النظره كلها سوا. صارت كل الناس تعتبر انه الصليب الاحمر يعني صليب احمر يعني لكل الناس. مثل ما انه معروف انه شغل الصليب الاحمر على طول بمبدا الحياديه، يعني ما بتفرق معي اذا الانسان كان لونه شيء ولا جنسه شيء ولا جنسيته شيء ثاني، اذا بساعده ولا لا. ومثل ما انا هون بلبنان بساعد الجرحى اللبنانيه من حيالها اكسيدان، من حيالها حادث صار بلبنان، كمان بساعد الجرحى السوريين اللي عم يجوا من الحدود. امام خروج المدنيين من نساء واطفال الى اماكن امنه. وفي معلومات المتتبعين ارتحنا كثير مع الصليب الاحمر، كان معاملته جيده معنا. لذلك يعني بحب انه نضل متواصلين معه وهن يكونوا مشرفين علينا كطريق وكجو، على الطريق امن وشيرنا الوضع الصحي بنفس الوقت. عندك شيء هلا الوضع رايق عندك؟ طيب اخذتي اسمه عمره كل شيء عن وضعه؟ لا ما بيعرف شيء عن وضعه. طيب اوكي هلا بنحكي الحكيم وبناخذ ضمن الاشياء اللي عم نحكيها هودي الشابين.
هيثم وبولس كانوا معي بمركز حلبة وشاركوا معنا بمخيم نهر البارد. بولس ابن دورتي أنا وياه فرد دورة من 14 سنة. اثنيناتهم استشهدوا. هيدي من ضمن التضحيات اللي منقدمها ومتوقعين أي شخص يعني يكون من ضمن القافلة الشهداء اللي سقطوا بالصليب الأحمر. تأثرت كتير باستشهادهم الشابين ولا أي شيء يعني ما تراجعنا أبدا. العكس زاد الاندفاع عنا لأنه نحن بدنا نكفي المسيرة اللي هن كانوا ماشيين فيها. Thank you.